هرجع لكم تاني، شوفوا الفيديو وهرجع لكم تاني. ازيكم؟ النهارده عايز اعمل معاكم تحدي ال 200 جنيه في الوكاله. مش بس كده، انا فتحت الدايب وعرفت انا محتاجه ايه علشان ما اشتريش اي حاجه وخلاص. عرفت ان انا محتاجه بلوفر ابيض اوفر سايزد، ويا ريت يكون طويل ويكون جديد، ومحتاجه هودي او سويت شيرت يكون واسع اوفر سايزد برضه، لان ستايلي بقى كده. وعايزه ايه كمان يا ساره؟ بس كده. فانا معايا حاليا 200 جنيه، هشوف انا هشتري بيهم ايه، ويا ترى هلاقي اللي انا عاوزاه ولا لا. فيلا بينا نشوف الهدف. ركزوا معايا كويس، دي محطه مصر في رمسيس، ظهري ليها. وبعد كده فضلت ماشيه ماشيه ماشيه، كنت هقع في المايه اللي قدامي دي، بس الحمد لله ربنا صدر وما وقعتش وخدت بالي. بعد كده ركبت اتوبيس زي الازرق ده بالظبط، يعني انا راكباه شكل اللي قدامنا ده بالظبط. بتاع كده فضل بقى متجه للاسعاف او للتحرير، عشان هو كان هيركن في التحرير. فضلت ماشيه لحد لما شفت الاستندات زي ما انتم شايفينها كده، فضلت ماشيه بقى على طول. وبعد كده نزلت من الاتوبيس، هوريكم لما انا هنزل اهو. الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد 3 دقايق بالظبط. تمام، طبعا نزلت هم الاتوبيس وفضلت ماشيه. طبعا بوريكم الكوتش عشان اوريكم ان انا لابس، لازم البس حاجه مريحه. اهو دخلت بقى من الشارع اللي الاتوبيس هينزلني قدامه بالظبط، اللي هو شارع سلطان ابو العلا، مكتوب اهو بتروح بقى على الكورنيش او شارع بولاق الجديد اللي هو الوكاله. بعد كده بتفضلي ماشيه بقى، بتشوفي اهو. طبعا دي تصليحات مترو، او هما بيعملوا مترو. انا دلوقتي قدام شركه الكهرباء بالظبط، ده مكان مميز قوي. بعد كده بقى دخلت الشارع اللي هو شركه الكهرباء، قعدت بقى اتفرج على الاستندات والمحلات. طبعا هنا استندات بس قدام شويه المحلات. ده بقى كنت بدور على اي بلوفر يكون مقاسي بالظبط، ما كنتش بقى بالكحكه وكيس الشيبس اللي في ايدي دول، عشان كنت بفطر بيهم الصبح، عشان انا كنت جايه من السفر اصلا. حسيت ان انا حاسه بشويه هبوط كده، فقلت الحق نفسي. فضلت افكر طبعا اشتري بلوفر ولا لا وكده، فكنتش عارفه اشتري ولا لا. بعد كده بقى فضلت اتفرج على حاجات تانية طبعا، عشان انا برضو كنت مجهده جامد، فما دورتش على ستاند. لكن لو انت عندك طاقه عيشي حياتك بقى. فكر يعني، كان في حاجات حلوه كتير، وكان في اسعار حلوه كتير، في من 35 لحد 120 استندات في الشارع. في بقى لبس في كل الانواع. ده بقى الشارع اللي هو لما انا خلصت الشارع بقى اللي هو بتاع شركه الكهرباء، طلعت منه هتلاقي الكوبري ده بيبقى فوقينا اهو. هتفضلي بقى ماشيه تحت كده لحد لما توصلي عند شارع زكي السميك. فضلت بقى اتفرج برضو واشوف هعمل ايه، علشان اشوف انا هعمل ايه في حوار التحدي اللي انا قلت عليه ده. وبصراحه يعني كنتش عايزه يعني اعمل حاجه غير ان انا اشتري حاجات ب200 جنيه بس، عشان احس ان انا ما فشلتش في الحوار ده. بس بعد كده بقى فضلت اتفرج على الحزمه دي، بس حسيت انها مش عاجبني جودتها قوي، عشان الجلد بتاعها ما عجبنيش يعني. بس كنت بسال عليه، ممكن الحزام ب25 جنيه، واللي انا كنت ماسكاه في ايدي ده برده كان ب25 جنيه. فهو يعني سعره مش يعني حلو. مش عارفه ليه البنت دي كانت مكشره، يعني انت لو بتتفرج على فيديو بتاعي في يوم من الايام كده، انت ليه كنت مكشره كده؟ يعني الدنيا مش مستاهله والله. يعني مش عارفه بقى، الراجل كان مضايقها ولا هي كانت متضايقه من حياتها، مش عارفه. مبدئيا كده قبل ما ابدا الفيديو، انا اتاخرت عن الفيديو غير كتير لان انا تعبانه، حتى باين على وشي ان انا لسه ما زال التعب باين على وشي. لكن انا في الحقيقه قمر 14، يعني ملكه جمال مصر انا. بهزر معاكم. المهم بقى ان انا فعلا تعبانه، والضرس كان مكسور. طبعا عشان اعمل فيديو وانا ضرسي مكسور، ضرسي بقى كان في وش في بقي، يعني لو انا ضحكت جامد هيبين، فمش كنتش هعرف اضحك واخد راحتي في الابتسامه يعني معاكم وانا بصور بسبب ضرسي ده. المهم بقى، ما علينا، ان انا رحت للدكتور، ومفروض ان انا رايحه للدكتور بعد ما اخلص الفيديو ده علشان اكمل بيت علاج، عشان انا لسه برضه تعبانه، يعني اكيد باين على وشي ان انا لسه تعبانه. بس حسيت ان انا لازم اصور الفيديو ده علشان بقى لي 30 يوم ما صورتش، فاهم؟ في حاجات انا شاريها لازم اوريها لكم، عشان برضو اللي عايز ينزل يشتري الحاجات دي ينزل يشتريها. يلا بينا. مشاهديني الاعزاء، اهلا، معاكم ساره سعيد. ال 35 يا واصل. وحان الان انا اوريكم مشتريات الخاصه بالتحدي، شلتها من الاكياس الرسميه من الوكاله. دي الاكياس الرسميه تبقى بقى احجام كبيره شويه صغيره شويه على حسب الحاجه انت اشتريتيها، وغسلتها وهوريها لكم دلوقتي. انا عن نفسي حاسه ان نجحت في التحدي ده 100% بصراحه.
انتوا بقى اكتبوا لي في التعليقات انا نجحت ولا لا، ولو انا ما نجحتش هعد لكم التحدي من اول وجديد، بس انا حاسه ان انا نجحت، بس انتوا قولوا لي رايكم برده في التعليقات. يلا بينا. دي اول قطعه معايا بروفر الابيض الاوفر سايز اللي انا قلت عليه ان انا محتاجاه. ده كان القطعه 100 جنيه، هو واسع عليا شويه بس مش مشكله، هنظبطه وغسلته ونشرته بطريقه ان انا احافظ عليه، وهو طلع حلو في اللبس قوي. ف بالنسبه لي ده كان حظ كويس ان انا اشتريه، ده كان ب 100 جنيه بالظبط. دي تاني قطعه معايا، انا قلت لكم انا عايز اشتري هودي او سويت شيرت، جبت ده بس كنتش عارفه اجيب لون ايه بالظبط، فلقيت اللون البينك ده اشتريته. قماشته حلوه وتقيل وكان ب 80 جنيه وده ماركته، وهو اوفر سايزد فعلا وغسلته طبعا وهلبسه. تمام كده انا صرفت 180 جنيه من 200 جنيه ناقص 20 جنيه، ترى بقى انا جبت بهم ايه بقى من الوكاله؟ انا هقول لك اهو. تاتا انت لسه شفتوش حذاء، اشتريت الحزام ده. انا قلت لكم في اول فيديو ان انا كنت تعبانه شويه فخسيت، فالحزام لازم اخرم خرم تاني في الجلد فبوظ الجلد، فانا حسيت ان انا محتاجاه في الاوقات دي. خامته حلوه تقيل يعني كويس، وكان ب 20 جنيه، لا ب 25 جنيه. تمام ده كده ب 25 جنيه، يبقى انا كده صرفت 205. خلاص قولوا لي بقى انا نجحت في التحدي ولا لا، وانزلي وجربي، ولو انت عملتي تحدي لنفسك انت كمان قولي لي في التعليقات انت صرفت كام، وما تتعديش الميزانيه علشان يبقى انت حسيت ان انت نجحت في التحدي اللي معاكي. وانا ماسكه ليه. وبكده يكون التحدي خلص والفيديو خلص، يا رب يكون عجبك المشتريات، وقولوا لي في التعليقات زي ما انا قلت لكم انا نجحت في التحدي ولا لا، وايه اكتر قطعه عجبتكم. انا عن نفسي اكتر قطعه عجباني هو السويت شيرت البامبو، ده اكتر قطعه عجباني والله. المهم بقى قولوا لي ايه اكتر قطعه عجباكم، وتابعوني الفيديوهات الجايه، ما تنسوش تعملي لايك واشتراك كمان للقناه عشان انت بتنسي. يلا تابعوني الفيديوهات الجايه، يلا باي باي. مشاهديني الاعزاء اهلا معاكم ساره سعيد، بقالي كتير قوي ما صورتش، كنت تعبانه شويه وبدات ان انا افوق، بس عشان اخف خالص بقى هاخد وقت كبير، وانا بقالي شهر ما صورتش فيديوهات. دي تاني قطعه معايا بقى عجباني قوي وفرحانه، قلت لكم انا عايزه اجيب سويت شيرت او هودي اوفر سايز، بس كنتش عارفه انا هجيب لون ايه بالظبط. صوت العربيه الزفت ده،